من أسس تصنيف برضو المحفوظات هنا التصنيف الزمني. التصنيف الزمني هنا ترتيب يعني المحفوظات، وهذه الطريقة مهمة جدا لأنه هنا التصنيف الملفات بالتواريخ أو الأرقام اللي هي بالنسبة للوثائق اللي هي التي يتم حفظها في داخل هي المنظمة، وهذا بتتعلق بمستندات مالية، كمبيالات، كله اللي هي دفع مثلا مشاريع اللي هو قرارات مثلا اتخذت في عام كذا، كلها هذه أمور مهمة جدا بالنسبة يتم تسجيلها باللي هو الطريقة الزمنية اللي هي الآن حنشوف. بالنسبة لهذه النقطة بالذات يعني التصنيف اللي هو الزمني، لو جينا احنا عرفنا التصنيف الزمني هنا يقصد به تجميع الوثائق التي تخص فترة زمنية محددة اللي هي مثلا سنة، وفصلها عن تلك الوثائق التي لا تخص نفس تلك الفترة. بموجب هذا التصنيف يتم تقسيم الوثائق وتجميعها في على أساس الزمن، سواء كان الزمن يمثل تاريخ صدورها أو الفترة الزمنية التي تخص هذه الوثائق. وهنا يكون التصنيف كمان زمنيا متى ما كان استرجاع اللي هو الوثائق يتم استنادا على زمن هذه اللي هي الوثائق. في نقطة هنا مهمة جدا اللي هو إحنا يعني ممكن إحنا سواء كانت التعليمات التي تصدر عن المنظمة أو اللي هي القرارات أو القوانين، كل هذه اللي هي أو اللي هي ممكن تتعلق باللي هي الميزانيات أو الرواتب اللي هي في داخل المنظمة أو التقارير أو الرسائل الواردة وكذلك الصادرة، كلها هذه تعتبر اللي هي حسب وقتش طلع هذا البريد الصادر وقتش إجا الوارد. ممكن إحنا نسجل تواريخ حتى يسجل يرتب وينظم اللي هي الملفات بالطريقة اللي هي الصحيحة. لو جينا احنا شفنا اللي هو بالنسبة للمثال، يعني المثال هنا لو جينا تصنيف الأوراق الخاصة مثلا بمسيرات اللي هي الرواتب الخاصة يعني بالرواتب في الشؤون المالية، جينا احنا أخذنا الباب الرئيسي من المنظمة الشؤون المالية باب الرواتب فصل، رواتب اللي هي فصل، هنلاقي في الشهر رواتب مثلا شهر يناير، شهر فبراير، شهر مارس، كل هذه مواضيع وعناوين ملفات، كلها هذه مواضيع ورواتب. بالنسبة للرواتب رواتب شهر يناير بتلاقيها عناوين ملفات بتتعلق باللي هي الموظفين. مثال آخر ممكن احنا نقول اللي هو مشاريع الميزانية، مثلا شؤون المالية باب رئيسي، مشاريع الموازنات فصل، لو نيجي نحللها لمواضيع بنلاقي في عندنا مشروع الموازنة لعام 2005، مشروع الموازنة لعام 2006 مثلا، مشروع الموازنة لعام 2007، كلها هذه تعتبر عناوين ملفات اللي هي بالنسبة للي هي الملفات بشكل حتى هذه يعني اللي هي هذه الملفات مسمية باللي هي الأرقام الزمنية، قديش سنة قديش مثلا، تاريخها قديش، حتى ممكن تنطبق على التقارير، تنطبق على المراسلات الواردة أو الصادرة. هذا بالنسبة لموضوع اللي هي عنا هي التصنيف الزمني. في عندي الآن إعداد خطة التصنيف. لما نيجي لموضوع إعداد خطة التصنيف بشكل يعني مختصر، لأنه هنا لازم يكون في عنا مهم جدا بالنسبة للي هو موضوع اللي هي إعداد الخطة. هنا أهم حاجة في هذا الموضوع، يجب أن تقوم كل مؤسسة عند إنشائها بوضع خطة أو طريقة لإنشاء نظام للتصنيف الوثائق الموجودة في هذه المؤسسة، ويكون هذا النظام مناسبا لطبيعة هذه الوثائق، ويأخذ في الاعتبار طريقة طلب هذه الوثائق وكذلك الأخذ بالاعتبار الأنشطة الرئيسية والفرعية في المؤسسة. هذه نقطة مهمة جدا، يعني إحنا عشان يتم عملية إعداد خطة أو نظام عن طريق تكوين لجان، يوضع هذا النظام، وعادة ما تتكون هذه اللجان من مجموعة من المسؤولين في المؤسسة
لهم خبرة ودراية كاملة بطبيعة عمل الإدارات وعلاقات هذه الإدارات مع بعضها واختصاص كل إدارة وقسم بالمؤسسة. الآن هذه نقطة مهمة جدا. إحنا في هذا المجال، وهذه اللي هي كل منظمة أو كل المؤسسات يجب عليهم إعداد خطة تصنيف مناسبة حتى في كامل اللي هي الإدارات أو اللي هي الدوائر، ينظموا ويطوروا اللي هي التصنيف والفهرسة للملفات حتى إيش يتم عملية إعداد خطة مناسبة لحفظ الأوراق. وأهم حاجة اللي هي لازم تكون الخطة موضوعها سهلة وبسيطة، لازم تكون ملائمة، لازم يكون في مرونة في التعديل أو التغيير أو الإضافة، الشمول تكون شاملة من كل شيء، يعني أن الخطة التصنيف شاملة لجميع النشاطات والأعمال اللي هي تتعلق بالمؤسسة، حتى اللي هي تكون منطقية، يتم الالتزام بترتيب كافة اللي هي يعني الأبواب الرئيسية ثم الفصول ثم الموضوعات، هذا بشكل منطقي. في نقطة هنا كمان ممكن تركز عليها في إعداد الخطة، أمن وسرية المعلومات، والمقصود هنا يعني اللي هي أمن وسرية المعلومات، إنه اللي هنا الاعتناء بالموضوعات اللي هي السرية الخاصة بالمؤسسة ووضعها بالحسبان، مراعاتها عند وضع خطة التصنيف بالشكل اللي هو مهم. هذه اللي هي بتتعلق بموضوع اللي هي إعداد اللي هي خطة التصنيف. هذا اللي هو إن شاء الله الوحدة القادمة هنتحدث عن الوحدة الثالثة اللي هي ترميز المحفوظات، اللي هي من مراحل اللي هو إدارة وتنظيم المحفوظات.